قد بدأنا الحديث عن البيانات الاختيارية التي أعطى المشرع للساحب وكذا لكل موقع ممكن ديالك كما سوف نرى أن يضيفها، وكما أشرت إلى ذلك سابقا هذه البيانات غير واردة من باب الحصر، بحيث يجوز للموقع على هذه الورقة أن يدرج ما يراه مناسبا من بيانات اختيارية في ورقة التجارة، لكن كما أشرنا إلى ذلك سابقا شريطة أن يحترم النظام العام الصرفي. أشرنا إلى البيان الاختياري الأول الذي يمكن أن يدرجه الساحب وكذا الموقع كيفما كانت صفته التي وقع بها على الديانة، ولكن على أساس أن يكون توقيعه توقيعا صرفيا. الأمر يتعلق بشرط ليست لأمر، وحددنا الغرض من هذا الشرط أو هذا البيان الاختياري بحيث قلنا على أن الموقع ساحب المظهر الذي يدرج هذا الشرط في الورقة التجارية، ولما أقول ورقة تجارية يسري الأمر على الديانة وعلى السند الإذني وعلى الشيخ. لما يريد هذا الموقع أن تخضع هذه الورقة للتداول عن طريق التظهير يضمنها شرط ليست لأمر، وهو ترجمة أو إذا أردنا أن نعبر عنه بصيغة أخرى نقول غير قابلة للتظهير، بحيث أن كل شخص ظهر له المستفيد من السحب أو المستفيد من التظهير، كل شخص ظهر له هذا الشخص هذه الكنديال أو هذه الورقة التجارية لن يستفيد من الضمان الموجود في الورقة، بحيث أن هذا الضمان ينحصر فيه هو فقط. أما إذا آلت إلى شخص آخر فإنه لا يستفيد من هذا الضمان. البيان الاختياري الثاني يتعلق الأمر فيه بشرط عدم الضمان. كقاعدة كل موقع جسد توقيعه بالصيغة الصرفية على الورقة التجارية سواء كان ساحبا أو كان مظهرا أو كان ضامنا احتياطيا أو كان مسحوبا عليه قابل، فإن هذا الشخص يدخل حلبة التزام صرفي وتطبق عليه مقتضيات قاعدة التضامن التي ينص عليها الفصل 201 من قانون التجارة، والذي يقضي بأن الحامل له دعوى ضد كل هؤلاء جماعة أو فرادة من دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي جاء به التزامه. أساس تضامنهم هذا هو توقيعهم على الورقة التجارية. إذا كل شخص وقع الكندياله أو على السند الإذني أو على الشيك يصبح ضامنا لأداء هذه الورقة في تاريخ استحقاقها إذا لم يؤديها الملتزم الأساسي فيها اللي هو مسحوب عليه. لكن المشرع ويقضي بهذا المقتضى، هذا المقتضى جعله غير متصل بالنظام العام. ولكن قبل أن نفسر هذا المقتضى بكونه غير متصل بالنظام العام نرى ما هو الضمان الموجود في الكنديان، ما هو الضمان الذي يقضي به المشرع لحماية الحامل في الورقة التجارية بصفة عامة. لاحظ ما في الكنديالين شطر الضمان إلى ضمانين اثنين إلى نوعين من الضمان. ضمان الأول هو ضمان القبول، إذا مس هذا الضمان هناك دعوى صرفية بالطبيعة الصرفية
تحميها بالضمان سماها المشرع بدعوى الرجوع الصرفي المبتصر. شنو معنى دعوى الرجوع الصرفي المبتصر؟ معناه ان الحامل الذي يتوجه الى المصحوب عليه ماشي من اجل الاداء، لا، من اجل وضع قبوله على هذه الورقه التجاريه. اذا وجه هذا الحامل برفض هذا القبول، غالبا ما دام ان هذا المصحوب عليه رفض قبول كيمبياله حتما سوف يرفض اداءه في شرح التحقيق. لهذا المشرع تيقول الحامل الذي رفض له القبول تيقول له بلا ما تنتظر، ربما غادي تضيع الوقت حتى لتاريخ الاستحقاق، لهذا عليك ان تباشر دعوه سماها المشرع ذاته بدعوى الرجوع المنتصر. اذا الى اختل هذا الضمان اللي سميته ضمان القبول في كيمبياله تتحرك واحد الدعوه سميتها دعوى الرجوع المنتصر. اشنو معنى دعوى الرجوع المنتصر؟ دعوى التي تتم قبل تاريخ الاستحقاق بسبب عدم القبول. النوع الثاني من الضمان هو ضمان الاداء. هذه المره ما نتكلموش على القبول. اختار الحامل ان يقدم هذه الورقه للقبول فقبلها هذا المسحوب عليه او لم يقبلها، ولكن اختار الحامل ان يبقى منتظرا حتى تاريخ الاستحقاق لانه ربما هناك ظروف تجعله يظن على ان المسحوب عليه ويرفض الكيمبيالة، ربما كانت هناك ظروف هي التي دفعته لهذا الرد، وغالبا سوف تتغير هذه الظروف حسب ظن الحامل وسوف يقبل هذا المسحوب عليه اداء مبلغها في تاريخ الاستحقاق فينتظر حتى تاريخ الاستحقاق فيخيب ظنه. هنا يخيب ظنه، هنا سوف يواجه برفض الاداء. اش يقول المشرع؟ لا تخف ايها الحامل، الضمان الذي اقره امام المشرع في تلك الكندياله سوف يحميه. هذا الضمان سوف يتحرك عن طريق ما يسمى بدعوى الرجوع في تاريخ الاستحقاق. اذا هذه الدعوه الثانيه تحمي الضمان الثاني اللي هو ضمان الاداء. اذا كما قلنا في الكندياله فيها جوج انواع ديال الضمان، ضمان القبول اش يسميه؟ واحد دعوه سميتها دعوى الرجوع المبتصر. والضمان الثاني دعوة ضمان الأداء، وكاينة دعوة اللي تسمي سميتها دعوة الرجوع الصرفي تاريخ الاستحقاق. مزيان، لاحظ المشرع هو تيتكلم على قاعدة الضمان في كيمبيال، تيقول لنا هذا الضمان هذا راه في واحد الوجه من الأوجه ديالو راه ما متعلقش بالنظام العام. لهذا اللي تنقول راه ما متعلقش بالنظام العام معناه أنه يجوز مخالفة النص القانوني الذي يقضي بالضمان. بمعنى اخر الا بغينا نجسدو هنايا، معناه انه يمكن للموقع وهو يوقع الكيمبياله ان يضع بيانا اختياريا يعفي نفسه من الضمان. ولكن لاحظ هنا نميز بين مجموعه من الاشخاص اللي يمكن لهم يوضعوا الاعفاء من الضمان. المجموعه الاولى تتمثل في شخص واحد او عفوا جوج جوج، ولا بغيني نزيدو الثالث عاد نقول لكم علاش. الشخص الاول هو الساحب، هذا الساحب تيقول للمشرع بالصرف العبارة، اذا كان بامكانك ايها الساحب ان تعفي نفسك من ضمان القبول فلا يجوز لك على الاطلاق ان تعفي نفسك من ضمان الاداء. كل شرط يتحلل بموجبه حسب ظنه. هذا الساحب من ضمان الاداء يعتبر كان لم يكن ولو جسد على الكنديان. الضمير الاحتياطي راه دخل ديك الكنديانه باش يضمن الاداء ديالها، لهذا منطقيا من العادات نقولوا بان راه دخل من اجل الضمان ونقولوا له راه يمكن لك تعفي نفسك من الضمان. لهذا الضمير الاحتياطي يتدخل في حالة رفض المدين الصرفي أداء مقابل الورقة التجارية يتدخل لأداء مقابل الورقة هذا. لهذا كما أشرت يكون من غير المنطق أن نقول له دخلت الضمان وعفي نفسك من الضمان، هذا غير لائق. إذا لا يمكن أن يعفي هذا الشخص نفسه من الضمان. عندنا كذلك شخص ثالث يمكن دخله كما قلت لكم،
المسحوب عليه القديم ملي تيقبل لينا الكيم دياله تيقبلها قبل من تاريخ الاستنساخ بطبيعة الحال تيعبر من خلال القبول ديالو على انه سوف يؤدي مبلغها في تاريخ الاستنساخ ولا يعقل انه يقول لنا نعم قبلت اداء هذه الكيم دياله في تاريخ الاستنساخ واعفين في سنين الضمان لا لا يعقل هنا هذه نوقعو في التعارض ولكن بالنسبة للمظهر المشتري الصريح لا عبارة يقول له يمكن لك أيها المظهر وأنت تنقل الكنديال بناء على تظهير ناقل للملكية يمكن أن تعفي نفسك من الضمان ومن قال تعفي نفسك من الضمان بالنسبة للمظهر معناه أن المظهر يمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول إن أراد ويمكن أن يعفي نفسه من ضمان الأداء إن أراد ويمكن أن يعفي نفسه من الضمانين ما إذن هذا هو الوضع في الكنديال أراه نفس الأمر نفس الأمر تيسري على الشك وعلى السند الإذني المتعهد في السند الإذني مادام أنه ضمن واحد لكن لأنه ما كانش في ضمن القبول وضمن الأداء راه هذاك السند الإذني ملي تيصبر راه فيه القبول ذاته علاش؟ لأن هذاك الشخص اللي هو المتعهد راه هو الساحب المسحوب عليه في نفس الوقت ملي وضع التوقيع ديالو بصفته كمتعهد كساحب راه هذاك التوقيع ذاته راه هو بصفته كقبول منه لأداء مقابل الورقة التجارية بطريقة مستحقة إذا ما فيش ضمن القبول فيه ضمن الأداء لا يجوز للمتعهد أن يعفي نفسه من الضمان ولكن الموقع الآخر تنقصد فقط ماشي الضمان الاحتياطي راه تكلمنا عليه تنقصد المظهر يمكن له أن يعفي نفسه من الضمان وتنتكلموا دائما بطبيعة الحال هنا على ضمان واحد اللي هو ضمان الأداء كذلك بالنسبة للشك ما فيش قبول علاش لأنه وسيلة أداء وليس وسيلة ائتمان الساحب لا يجوز له يسحب الشك أن يضع شرطا يتحلل فيه من الضمان ولكن المظهر يجوز له أن يتحلل من أداء الضمان كذلك الضمير الاحتياطي إذا تقدم لنا الشك لا يجوز له أن يتحلل من ضمان أداء الشك لأنه تدخل من أجل الضمان لا يجب أو لا نستطيع أن نعطيه الإمكانية للتحلل بطبيعة الحال من هذا الضمان مزيان وي الضمير الاحتياطي مالو واش إذا ما بقيش نذكر لكم الضمير الاحتياطي حتى الوقيته ديالو الضمير الاحتياطي كيكون شخص إما أجنبي على الكنديال أو لا فتوقع الكنديال تيدخل لينا كضامن في هذه الورقة إما تضمن الساحب ولا تضمن واحد من الموقعين على الورقة التجارية ولكن وانا تنقول شخص أجنبي على الكنديال نستصيغ ذلك أما إن أنا قلت شخص سبق له أن وقع الكنديال في شوية ديال التعارض المظهر ممكن يقدم مادام الاحتياطي حتى من ناحية المنطق ولكن الأشخاص اللي هما ملتزمين أساسيين ساحب ونسحب عليه نسحب عليه قابل لأنه إذا ما كانش قابل ممكن يدخل ضمن الاحتياطي ساحب ملي تيسحب لنا الكنديالة أش من ضمان يضيفه في الكنديالة هو الضمان الأساسي فيها صافي راه هذاك الضمان ديالو يغطي الكنديالة ككل والمسحوب عليه إذا كان موقعا على الورقة التجارية هو الملزم بأدائها ضامن لأدائها ما إذا قلنا ممكن يعطي الضمان الاحتياطي هو موقع راه ما زدنا والو لديك الورقة ولكن إذا كان ما موقعش تيكون تعتبر أجنبي على الكنديالة علاش؟ لأن مناط دخول الحلبة الالتزام الصرفي دخول دائرة الكنديالة هو التوقيع هذا مازال موقع ليناش إذا يمكن يعطينا الضمان الاحتياطي نقول لك الدارجة ملي تنقولوا الضمان الاحتياطي هو كفيل بحال داك ديال القانون العادي ولكن تنضاف عليه ان هذه الكفالة كفالة فردية نقول لك الدارجة كما قلت الضمان بشكارتو الى ما خلصش هذاك المضمون راه هو اللي خصو يدخل يخلص
وما مستفد والو من الكيمبيلا، ولكن فضولي بغى يضمن ديك الكيمبيلا خصو يخلصها. ولكن غادي نشوفوا الاحكام ديال الضمير الاحتياطي، واخا قلت فضولي غادي يخلصها، راه عنده حقوق غنتكلموا عليها في المكان ديالها من خلال الدراسه ديال ديك الماده اللي كتنظم الضمير الاحتياطي. قول عبد الرحيم يستاهل يرجع. يلا صافي سالينا، راه عندنا مولاي 8 ونص وعندنا اللي تنجي حتى ل 99 وقتهم باش تكونوا مجموعين، ولكن يظهر لي ما بغيتش نديرو عقلكم. ارجع سالينا. بيان اخر يمكن ان يدرجه تفي وهو ينشئ. ارجع ارجع لي. وهو ينشئ كيمديالته او واحد من المظاهرين اللي تتحل بين يدو ديك الكيمدياله بناء على تظهير، يمكنه ان يدرج بيانا اختياريا في حامل هذه الورقة في حالة عدم قبولها او حالة عدم ادائها من تحرير احتجاج من اجل رفع دعوى فرطية. علاش؟ لانه المشرع هو تيتكلم على ذاك الضمان اللي تكلمنا عليه، حالة عدم القبول او لا حالة عدم الاداء بالنسبة للكيمديالا، حالة عدم الاداء بالنسبة للسند الاذني، حالة عدم الأداء بالنسبة للشك. فيقول له المشرع ملي ما تقبلكش هذا الكيمديالا أو لما تأدالكش راه ماشي مباشرة تمشي تطرق باب ديال المحكمة وترفع الدعوة الصرفية ديالك، لا. فيقول له هذاك الرفض اللي ترفض لك إما ديال القبول أو لا ديال الأداء حرر به واحد الوثيقة باش تكون عندك وسيلة إثبات. سميت هذه الوثيقة سميتها الاحتجاج أو لا حتى بهذه الكلمة اللي غادي نقول، واخا بالفرنسية راه حتى بالعربية تجوز البروتي، وبالعربية تنقول لها البروتيستو. بروتيستو هذا البروتيستو أو هذا البروتي أو هذا الاحتجاج راه ما يمكنش القاضي يسمع لي الدعوة إلا إذا درت هذاك البروتيستو. هذاك البروتيستو تيتطلب شوية المصاريف، لأنه هذاك الحامل اللي ترصدت له الكيمبيالا في القبول وبغى يرفع دعوى صرفيه مبتصره او لا ترفضت له في الاداء وبغى يرفع دعوى رجوع صرفي. رجع 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 سالينا سالينا. تيقول له المشرع دير لنا الاحتجاج، الاحتجاج ديال رفض القبول تيتسمى احتجاج عدم القبول، الاحتجاج الثاني ديال رفض الاداء تيتسمى احتجاج عدم الاداء. كما قلت لكم تيطلب تنقل، تيطلب رسوم، لهذا سماه المشرع بصيغه اخرى. ملي تنعتيو هذاك الحامل من ذاك الاحتجاج
تيقولنا المشرع الا بغيتو تعزلو نفسكم داك الاحتجاج ولا تعزلو الحامل ديروا شرط الرجوع بدون مصاريف. لهذا ملي تيدرج صاحب داك الشرط الحامل ملي تترفض له الكيل ديالها في القبول ولا في الاداء ما يديرش الاحتجاج، ما يتحملش ديك المصاريف، يمشي مباشرة بديك الورقة هذيك اللي هي الكيم ديالها اللي تجسد لنا ديك الورقة، يمشي رفع بها دعوة صرفية سواء مكسرة أو لا بسبب رفض الأداء. إلا أنا تنتكلم على الساحب دابا، علاش؟ لأنه إلا درج الساحب داك الشرط تيسرع الكل وتيستبد منه الكل، أما إلا درج واحد من المظاهرين راه ما تيسرع إلا عليه بعضه. ملي تيدرج الساحب داك الشرط تيقول الحامل في حالة رفض قبول أو رفض الأداء أرفع الدعوة الصرفية ديالك بلا ما دير احتجاج، وهذاك الحامل تيخالف هذا الشرط تيمشي تيدير احتجاج، هذيك المصاريف ديال الاحتجاج تيتحملها هو. علاش؟ لأنه ملي تيرفع الدعوة الصرفية في حالة رفض الأداء في الحالات العادية ذاك الحامل راه ملي تيرفع الدعوة تيرفع الدعوة باش يحصل على المبلغ ديال الكيم ديالها أولا، وثانيا المصاريف كلها اللي تكبدها كلها، وإلا كاينات شي فوائد تأخيرية بطبيعة الحال. لهذا أنا تنتكلم الآن على المصاريف ديال الاحتجاج، إذا هو تيخلصها ملي تيبغي يرفع الدعوة الصرفية، والمدين الصرفي ملي تيخلصو بناء على التنفيذ ديال هذا الحكم تيعطيه المبلغ ديال الكيم ديالها وتيبسلو المصاريف اللي تكبدها الحامل، لأنه ما خصوش يتحمل المصاريف اللي هو ماشي ما بيدوش فيها، هو شد الكيم ديالها خصو يتخلص فيها، تكبد المصاريف خصو يتعوض فيها. لهذا كما قلت لكم إلى هذاك الحامل عنده الكيم ديالها دار بها الساحب شرط الرجوع بدون مصاريف، وهو إهمال منه مشى دار لنا داك الاحتجاج ورفع دعوة صرفية، راه القاضي ما يحكم له إلا بالمبلغ ديال الكيم ديالها فقط والمصاريف ديال المحامي وكذا، اما المصاريف الخاصه بتحرير احتجاج فلن يعوض فيها على الاطلاق، لانه كاين عندنا بين اختياري في الحقيقه. هذا شرط اعفاء من البروتيستو راه هو شرط اعفاء الحامل من اجراءات البروتيستو وما تستدعيه من مصاريف وتنقلات. اذا كان ذاك البين الاختياري ودار هذاك الحامل ديك التنقلات وتحمل مصاريف هو مهمل، لانه عفينا هو بغى يتحمل مسؤوليته، اذا بالنسبه للقانون الصرف هو مهمل، باب الاهمال فين غادي يتحملوا، وانا المصاريف ديال ديك البروتيستو ديال ذاك الاحتجاج تبقى على ظهره هو، يعني ما غاديش يتعوض بها. ولكن لاحظ راني قلت لكم الشرط اللي تيوضعو الساحب تيسرع الكل وتيستافد منه الكل، اشنو معناه؟ هاد الحامل هذا بالرغم من وجود هاد الشرط دار احتجاج، ارجع لي انا كصاحب غادي نخلصو غير بمبلغ الورقه والمبالغ ديال المصاريف الاخرى غير مصاريف الاحتجاج، ارجع لك انت كمظاهر كذلك ما يمكن غادي تدفع ضده، قول له انا خلصك بناء على الضمان والامان حيت المبلغ الكيم ديالها وكذا، ولكن المصاريف الاحتجاج ما نعطيهالكش على الاطلاق. معناه انه كل موقع سوف يستفيد من هذا الشرط اللي وضعوه ساحب، لانه الساحب ملي تيوضع لنا واحد البيان تيولي ذاك البيان متصهر مع البيانات اللي اجباريه، تيولي حتى هو اجباري تيسريع الكل. ولكن نفس البيان الى وضعوا واحد من المظاهرين راه ما تيسريع لي الا هو بوحدو، واخا نحركوا هاد الحاله الثانيه بمثال الساحب هو تيسحب هو تينشا الكيم ديالها ما دارش فيها شرط اعفاء من الاحتجاج، ما دارش فيها هذيك بدون مصاريف، لا تحلت بين يدي مظهر العيال او حال المريض عاد درج هذا الشرط هذا اصلاح المال، هذا هو الساحب ما دارنا الشرط، لنفرض ان هذا اللي دار هاو شرط بدون مزيان، لاحظ هالحامل ليها تبقي مزيان، تعال نشرب عليه باش نشرب
يشوفوا هذا الشر الشر هو كيف يحسن الظهر من يشوف هذا من الذي واجب يتواجد برد الأداء قصيدة احتجاج علاش؟ لأن ذات الإعفاء من الاحتجاج راه داروا غير هذا والقاعدة القانون الصرف تقول لا تنساها وبعدين البيان ولكن إذا وقعت البيان واحد من البيان لا يحتاج هذا صرف بدون أداء باش يرجع على هادو خصو احتجاج دار الاحتجاج شنو الغرض من الاحتجاج ويثبت بأن الملكين بيرب بدات له الأداء علاش دار الاحتجاج لأن الاحتجاج شرط أساسي لممارسة دعوة تربية مازال هذا يرفع دعوة تربية بناء على المادة 200 وحدي تتكلم على التضامن ديال الموقعين على الورقة التجارية من أجل أداء مقابلها في تاريخ الصفقة مازال هذه يرفع دعوة تربية هذه يحصل على حكم في الأداء وتقول للمشرف في المادة 201 كل موقعين ملتزم بالتضامن وهذا الفاميل ماشي مجبر انه يختار في الاتجاه الالتزام ديالهم معناه يمشي الاول يوقع الهاشور الثاني لا قاعده التضامن تجمعهم كاملين ويختار منهم هو اللي غينفذ عليه مزيان لنفرض انه غينفذ على هذا هذا ما نشكوش نفس الشرط اللي دار منه لأنه عادي يخلص مقابل الورقة التجارية ويخلص مطالب الاحتجاج ويخلص المطالب كلها اللي تكبدها الفاميل وهو اللي يرفع دعوة باش يحصل على مقابل الورقة التجارية ما منحقش هذاك الموقع اللي يرجع عليه ذاك الفاميل يقول له رفع لما نخلص تركيا ما كاين مشكل نخلص المطالب ما كاين مشكل ولكن المطالب ديال الاحتجاج ما نخلصهاش علاش؟ لأنه كل بغاتة هو يتأثم بك المصاريف يدير حتى هو ذاك الشرط هذاك الشرط راه ما يستفد منه غير الروضة فهاد الناس إذا ذاك المصاريف إذا ذاك كتب المصاريف ديالك ورجع على هذا هذه تساعد الضوء لانه ما يؤدي الا مقابل كين دياله والمصارف الاخرى غير مصارف احتجاج لان المشكله التربيه من احتجاج خط اساسي لممارسه دعوه تربيه من يقول خط اساسي علاه هو مخالفه اذا لم يحرر هذا الحامل هذا الاحتجاج يعتبر حاملا مهلكا ومن تقول يعتبر حاملا مهلكا فان الاعوان لا تجلس معك بنفس الاعذار إلا ما حرمش هذا احتجاج ومشى بديت الرسول في الدعوة الصرفية من يفرض القاضي ما يتيراش من بديت نفسه لأنه تيتعلق الأمر بمصالح الشخصية وبغى ينفد هذا في يرفع دعوة شخصية وما صرفية وما دبناش احتجاج بغى يرفع دعوة ضد هذا ما رفع دعوة صحيحة وخدع حكم وبغى ينفدو وبغى ينفد على هذا هذا مش غادي يقول له فينا هو الاحتجاج واش فين كان الاحتجاج غادي يقول له يقول لي يقول لي انت ما انت مهمل ما تخلصش الشرعيه يمشي بنفس الشكل عند هذا وعند هذا بنفس الطريقه غادي يقول له فين الاحتجاج يقول له راه ما درتوش
لان واحد من الاخوان راه ديالكم راه عفاني غادي يقولوا له وراه الى عفاك هذاك راه الاثر الشطر لا يسر الا عليه وحده هذاك الشطر لا يمسنا في شيء اذا انت مؤمن وعليك تحمل وزرائه مالك مزيان ولنفرض انه ما درش حجاج واختار هذا السيدان ما منحقوش يقول له راك مؤمن علاش لانه اصلا هو عفاك عليه إذا أنت ودي هذاك الشرط بالنسبة لهذاك هذاك المظهر اللي دار لنا ذاك الشرط كيولي يرجع له هو كيولي ضده قلنا بأنه كيستافد منه وكذا ولكن راه يمكن يرجع له في وجهه هذا السبب هذه الواقعة في الوقت اللي يهمل الحامل أنه ما يخلصش عفوا ما يديرش النبي كيوليو الناس اللي ما داروش ذاك الشرط يستفدين مناش من الإهمال ديال الحامل وهذا ممنع عليه يستفد من ذاك الإهمال لأنه هو أصلا أعفان ذاك الحامل من تحرير ذلك الاحتجاج فهمنا هذه النقطة ماذا؟ هذا الشيء اللي قلت وي ما 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 نشوف عليه ما حتى منطقيا لا ماشي المنع عليه لا ما نقولوا المنع ما نذوقوهاش باش نسحب عليه دير النشر في الرجاء ديال المصارف الاخرين ممكن نفهموها ما نسحب عليه ما تفضل تفضل ما سمعتش مزيان ارفعي الصوت عفا بنت فتخرج من يدو باش نقول التبرير معنى بغيتي تقول لي اظهر الحامل وراء الحامل ديالها واش تبدل هو ما تبدل شيء هو المظهر وهو الحامل ما 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 عندوش حتى اثر على الاثر الى دار ذاك الشرط باش ينتج ذاك الشرط الاثر ديالو ديك الكين ديالك خرج من الملكية ديالك معنى انه خصيت من داك التظهير بناء على تظهير نقي للملكية يسلم ديك الورقة الحيازة ديالها المادية القانونية تخرج منه هو تتعطى لشخص اخر عاد ممكن هاد الشرط هذا ينتج الاثار ديالك بغيتي تقول لي فهمت كاش بغيت تقول نوع يتلاعب على الاهمال بادراج شرط ديال الرجاء بدون مصاري فكرة ذكية ولكن ما نقبلها ليش ما نقبلهاش منه مزيان بين آخر وابنتي بغيت تقول لي الأجل ديال إقامة الاحتجاج وقت هذا الاحتجاج إلزام والإلزامية فيه ماشي غير ليلو هو كشرط شكلي لا راه كاين الإلزامية كذلك حتى بالنسبة للأجال اللي خاص يتم في هذا الإجراء بالنسبة لاحتجاج عدم القبول تيقول لنا المشرع خاص هذا عدم القبول يتثبت في هذا الاحتجاج يجب أن يجرى على أبعد تقدير في النهار اللي قبل من الأداء مثلا كاين ديال مصحوبة في 1/1/2014 مستحقة الأداء في 1/1/2015 إلى عرفتها القبول في النهار الثاني ولا النهار الثالث ولا النهار الرابع وترفض لي القبول عندي الحق ندير الاحتجاج في هذاك التاريخ أو لا واحد من الأيام اللي
اللي تتكون في هذاك السنة هذيك تل 31/12/2014. هذا يمكن نحرر فيه احتجاج عدم القبول وهو أجل صحيحة، ولكن إذا انتقلنا لاحتجاج عدم الأداء فنعرفوا بأن الكيم ديالا راه ماشي غير تاريخ الأداء اللي فيها واحد دائما وأبدا، لا راه ممكن نختاروا واحد من الأربعة ديال التواريخ اللي ذكرنا عليها وتكون تاريخ سقوط الكيم ديالا. لهذا فحتى الأجل ديال تحريق احتجاج تختلف حسب اختلاف انواع التواريخ اللي اختارنا حنا الاداء في الكيمبيالا ديالنا. اش يقول لنا المشرع بالنسبة للكيمبيالا المستحق الاداء عند الاطلاع ما فيهاش قبول، تتقدم الاداء ماشي القبول، لهذا فرفض الاداء فيها يثبت بواسطة احتجاج عدم الأداء الذي يجب أن يتم بنفس الطريقة التي يتم بواسطتها احتجاج عدم القبول، أي من نهار ديال لا ماشي الطلاع، هذيك مجرد الطلاع. إذا جينا بغيتي تبدا من هنا، لا نبدالك من هنا من التاريخ الأول ديالها، من تاريخ حصول الحامل على تلك الورقة بناء على تحضين أو على تظهير إلى تاريخ ديال الأداء فعلا. مستحق الأداء بمجدر الاطلاع والحامل اختار أن يقدمها للاطلاع، أي للأداء في آخر يوم من تلك الفترة اللي تركنا فيها الحرية ديالو في نختار تاريخ اللي قدمها للاطلاع اللي هو اليوم ديال 365. إذا عنده الحق يقدمها للطلاع النهار الاول اللي خداها، النهار الثاني، النهار الثالث، كذا كذا كذا، حتى 365 يوم. إلا ما تقبلاتلوش في الأداء لأنه للطلاع ما فيهاش قبول، يجب عليه أن يحرر احتجاج عدم الأداء ضمن الشروط اللي كتيتم فيها عدم القبول لله، من نهار ديال الحصول على الورقة التجارية حتى لآخر يوم من أجل السنة اللي هو 365 يوم. يبقى لنا المشكل بالنسبة للتواريخ الأخرى، كيم ديالا مستحق الأداء في تاريخ معين، كيم ديالا مستحق الأداء بعد مدة من الطلاع، كيم ديالا مستحق الأداء بعد مدة من إنشائها. هذه الكيم ديالا يكون الاحتجاج بعدم الأداء فيها يجب أن يتم إما في تاريخ الاستحقاق أو خلال 5 أيام التي تليها لهذا التاريخ. إما تاريخ الاستحقاق أو 5 أيام التي تليها التاريخ. لنفرض في الكيمبيالا الثالث نديرو تاريخ واحد، تاريخ الاستحقاق بالنسبة للكيمبيالا مستحق الأداء بعد مدة من الطلاع حسبناها، درنا التاريخ اللي قدمنا للكيمبيالا، قدم هذاك الحامل من أجل قبولها بعد مدة من الطلاع حسبنا ذاك الأجل اللي من بعده، وهذه الكيمبيالا مستحق الأداء بعد مدة من إنشائها والكيمبيالا مستحق الأداء في تاريخ معين. لنفرض أن هذه التواريخ الثلاثة في ثلاثة الكيمبيالات تلقاو في نهار واحد، ذاك لو 1/1/2015 اللي غادي نقدموا فيها الأداء داخل هذا الأجل لو 1/1/2015، ترفض لينا ذاك الأداء باش نحرروا الاحتجاج، خصو يكون في كونت ذاك لو 1/1 ولا لو 1/2 ولا لو 1/3 ولا لو 1/4 ولا لو 1/5 ولا لو 1/6. تاريخ الأداء وخمسة أيام بعد تاريخ الاستحقاق، تاريخ الاستحقاق أو بعد 5 أيام من تاريخ الاستحقاق، وأنت تقول هذه هي الأجل ديال الاحتجاج بالنسبة لإقامة الاحتجاج. مزيان ملي جبتيها، لأنه من خلال هذا المثال اللي عطيتينا نجبد لك واحد البيان اختياري آخر، البيان اللي تيقضي هذه المرة ماشي من إعفاء من الاحتجاج، لا، إعفاء من أجال الاحتجاج. ويمكن يديروا الساحب ويمكن يديروا واحد من المظاهرين. هذا النوع من الإعفاء اللي نتكلم عليه الآن ما تيعفينيش من الإجراء، لا، تيعفيني من الأجل ديالو. علاش؟ لأنه الوقت اللي تندير احتجاج في الحالة العادية، ولكن ما خسرش هذا الأجل هذا، راه تنكون بحال ما درتش الاحتجاج. علاش؟ لأنني مهمل ماشي في الاحتجاج ذاته، لا، مهمل في الفترة اللي خصني ندير فيها في الاحتجاج،
تنولي بحال ما درت احتجاج اصلا تنولي مهمل درت الاحتجاج خارج الاجل القانوني ولا ما درتوش بحال مهمل. لهذا تيقول لي المشترى راه ممكن تأفي الحامل ماشي من الاحتجاج ذاته ماشي من الاجراء ذاته من الاجل ديالو. لهذا في هذه الحاله واخا نفوت ديك 5 ايام اللي قلت لكم واخا نفوت ديك الاجل ديال اجراء سميتو الاحتجاج هذا المقبول وبغيت نرفع دعوى راه انا ماشي حامل مهمل غير خصني ندير الاحتجاج لانني ما معفاش من الاحتجاج معفى فقط من الاجل ديالو. ولكن وانا تنقول اعفاء من الاحتجاج منطقيا هذاك الاحتجاج خصو يتم الى تعفيت من الاجل ديالو خصو يتم قبل ما تنتهي الاجال ديال التقادم ديال الدعوة لانه الى تسالت الاجل ديال تقادم الدعوة ولينا في مشكلة اخرى واخا ندير احتجاج راه الدعوة ما تسمعليش ماشي لانني ما درتش احتجاج في الوقت ديالو راني معفى اصلا ولكن لانني ما احترمتش الاجل ديال التقادم ديال الدعوة الصرفية اللي هي الى بغيت نرفع الدعوة ضد الساحب سنة واحدة من تاريخ التحقيق الى بغيت نرفع الدعوة ضد المتحوب عليه 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق الى خلص واحد من الموقعين اللي هو المظهر كذا الى اخره بغى يرفع الدعوة ضد الساحب سنة واحدة. لهذا ما نخليش تدوز هاد الاجل هادي ونمشي ندير احتجاج ونبغي نرفع الدعوة الاحتجاج مقبول لانه اصلا راه معفين الاجل ديالو ولكن واش احترمت الاجل ديال اقامة الدعوة اللي تتقضي بسقوط الدعوة بموجب التقادم ما احترمتوش اذا حتى ذاك الاحتجاج راه بحال ما كاينش. فهمتيني اشنو قلت لك الى تعفيت من الاجل ديال الاحتجاج خصني ندير ذاك الاحتجاج قبل ما تقادم الدعوة ذاتها اللي تتعلق بهذاك الاحتجاج لان الى نزلت الدعوة بتقادم الاحتجاج ما عنده حتى فائدة اصلا. فهمتيني اش بغيت نقول مزيان بيان اختياري اخر تتعلق به شرط سحب لكن ديالك نظير واحد اشنو معناه مفهوم مخالفة الى ما تبان لناش هاد الشرط معناه اننا لحقنا كساحبي للكين ديالها خليه ما تدخلوش شي ما راه مقصود ملي ما تنديرش واحد البيان اختياري اللي فيه شرط سحب نظير واحد معناه ان السحب ان كانوا انه كين ديال وحدة يسحب منها عدة نظائر ماشي نسخ لا نظير لان النسخة شيء والنظير شيء اخر راه النظير راه هي الكين ديال الاصل غير هذه الكين ديالها تيكونوا عندنا اذا كانوا 3 نظائر 4 نظائر تنقول بانني عندي 4 الاصول عندي 3 الاصول نسخة شيء اخر هذا النظير هذا النظائر في الكين ديالها عندها فوائد اشنو هي الفوائد مادام ان الكين ديالها اداة ائتمان تسحب في تاريخ وتسحق في تاريخ اخر عندي الكين ديالها بغيت نرسلها توقع بالتبهير القبول اختلط عليه في الطريق ربما كاين انا كاين في طنجة وهذاك المتحوب عليه كاين في الداخلة او في العيون اختلط عليه هذيك الكين ديالها وتندير منها نظر انا كصاحب او لا وانا رسلت لها ما هذا كنت تحب عليه باش يقبلها اللي هو كاين في العيون قبل ما ترجع لي لانها تاخذ وقت شويه الوقت نهار يومين كذا قبل ما ترجع لي انا تاجر واحد الصفقه جات قدامي ما عندي فلوس واني غالبا التاجر هو اللي تيخدم الائتمان ما تيخدمش اللي فيه عنده كاين ديالها هذيك دار منها نظائر جات له صفقه قدامه المقابل ديال ديك الصفقه كالثمن ديال ديك البضاعه
هذه اظهار ديك الكيمبياله اللي كيدو لهذاك الشخص اللي باع له ديك البضاعه. اذا هذيك الكيمبياله واخا مشات تقبل راه نفس هذيك الكيمبياله ديت ليها واحد الدين، قامت بواحد الدور واخا هي في جهه اخرى. علاش؟ لانه كاين مبادئ ديالها. شكون اللي تنشا هاد المبادئ وشنو الشروط باش يكون مبادئ فعلا صحيح؟ تيقول لنا المشرع شخص واحد اللي ممكن يدير مبادئ، واحد هو الساحب، ولكن هذه الا كانت الاراده ديالو راه ممكن يكون انشاء النظير واخا تيتم الساحب تيكون باعاد من واحد من الحملات يمكن ديالها. انا كساحب تنصحبها لك تنعطيها لك انت تظهرها لهذا الاخ الاخت تظهرها للاخ الى اخره. ملي وصلت الاخ هو بغى النظير ما محقوش يديرو، منع عليه انشاء النظير باش يحصل على نظير اش يدير؟ تيوجه الطلب اللي عطاه الكيم ديالو هذاك اللي عطاه الكيم ديالو تيمس الطلب تيرفعو لاخر حتى تيجي عندي هذاك الطلب. تنحرر ديك النظير ديال ديك الكيم ديالها ونربي الاخ اللي كان مستافد من النظير الاول في النهار الاول هو يعطي الاخ هذاك غير خاص اللي وقع في الاول يوقع في الثاني، والتلاقى خاصها تكون اصليه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان ديك النظائر تكون مرقمنا سواقع اصليه، هذه مفروض منها لانه اذا كانت توقع مصور فنوليو في النسخه ماشي في النظائر. هذاك كل نظير من هاد النظائر خصو يكون مرقب في نو. الى خلفنا الترقيم وما رقمناش ذاك النظير تيولي كيم ديالها مستقله. عندنا كيم ديالها من عده نظائر، واحد فنيتي انه نظير لهذا ولكن ما رقمتوش، تيولي مجموعة ديالو بوحدو، ورا هاد المجموعة ديالو بوحدو عندها أثر. هذه الشروط اللي المشرع تيقول لي نحترمها باش يكون نظير صحيح بهاد الشكل هذا، أنه يتنشأ من طرف صحيح، أنه يكون مرقب، أنه يكون مماثل مماثلة أو مطابق مطابقة تامة للكيم ديالها النظير الأول. ما نقولوش الأصلي، نوراهم كلهم أصليين. مماثل مماثلة تامة النظير الأول، معناها أن التواقع الأصلية اللي كاينة في النظير الأول تكون كذلك في النظائر الأخرى. مزيان. دابا تنشأت لنا الكيم ديالها بنظائر. شنو هي الآثار ديالها بنظائر هذا؟ كل تصرف التي يمكن أن تتم على الكيم ديالها إذا كانت بوحدها، يمكن أن تتم على النظائر كلها. ومني تقول كلها تنبداو بالتظهير، تندوزو على الدم الاحتياطي، تنشوفو القبول وحتى الاداء. والاداء بنظير واحد يكون مبرئا لذمة المسحوب عليه، كما لو انها معنى ان الوفاء بنظير يعفي المسحوب عليه من نظائر اخرى، ولا يبقى لهذا هذه النظائر اي اثار إلا في حالتين اثنتين زوج. الحالة الأولى يمكننا نشوفوها من زاوية النصب والاحتيال، والزاوية الثانية والحالة الثانية يمكننا نشوفوها من باب الإهمال. الحالة الأولى ديال النصب والاحتيال، أنا مظهر حصلت على الكيم ديالها بالنظائر ديالها كاملة، عوض ما نظهرها لشخص واحد ونستفد منها بموجب ذاك الحق اللي فيها مره واحده، العدد ديال النظائر استفدت منه كذلك بنفس العدد، اربعه النظائر استفدت منهم باربعه. الطريقه شنو هي؟ عوض ما نظهر لك ديك النظائر باربعه انت هو المظهر اليه. اشنو درت ديك النظائر؟ واحد النظائر، واحد ظهرته لك انت، واحد ظهرته لك انت، واحد ظهرته لك انت، واحد ظهرته لك انت. استفدت منه الكيم ديالها اربعه بالمره. اذا ابقى هذا في النيابه، هذا في النصب والاحتيال. اذا اشنو باش بالاضافه لديك الجريمه اللي ارتكبت في القانون الجنائي، بالنسبه للجريمه اللي ارتكبت في قانون الصرف اشنو هي العقوبه ديالها؟ انه يكون ملزم بكل نظير ظهره لشخص مختلف عن الشخص الذي ظهر له النظير الاول. اذا هذه نكون ملزم نخلص الكيمبياله الاولى النظير الاول والنظير الثاني والنظير الثالث. الرابع لا، الرابع ما نخلصوش. علاش؟ لانه استفدت منه من رغبه،
مي ثلاثة الحالات الأولين تتمنوا طريقة غير مشروعة، إثراء بلا سبب. أنا وقتاش نخلصوا إلا ترفض في تاريخ الاستحقاق ورجع لي الحامل بدعوى صافية مزيان، ولكن عادي بهذيك الدعوى الصافية أنا نرجع لها اللي قبل مني، ولكن ثلاثة الآخرين ما نرجعش بهم خصو يخلصوهم. إذا فجميع كما أشرت إلى ذلك، جميع التصرفات التي يمكن أن نجريها على الكمبيالة النظر الأول أو الكمبيالة إذا كانت إيزور معناها منفردة، راه نفس التصرفات نجريها على المدائن. هذه الحالة الأولى اللي قلت لكم إلا شفنا فيها أو شفناها من الزاوية ديال نصب الاحتيال. الزاوية الثانية إلا شفناها من ناحية الإهمال، هذه الحالة تتخط المسحوب عليه لتوضع القبول ديالو على المبائر كاملة. ملي يجي له الحامل ما إلا بغيتيه ما يكونش مهمل، هادي يقول ذاك الحامل راه وقعت على القبول ديالي على أربعة المبائر وانت جايب لينا دير واحد، راه إلا خلصتك أنت هاد الأداء ديالي راه ما مبريش ليا، راه أي كيم ديالة كنت وضعت فيها التوقيع ديالي ولو ناظر راه لأنه كيم ديالة أصل راه خصني نخلصها، لهذا كيم ديالة وحدة ما خصنيش نخلصها بعض المرات، لهذا باش نخلص كاسي الحامين ما ترميش عليا الإهمال ديالك، جيب لي هذيك الربعة المبائر اللي وضعت عليها التوقيع ديالي في القابور ومرحبا بك نخلص. لهذا إلا خلص المسحوب عليه ناظر واحد وما طلبش المبائر الأخرى سيكون هذا الأداء لن يكون مبرئا لذمته، بحيث أن كل كندياله قدمت له بعد ذلك يجب عليه أداء مبلغها، وإلا ما بغاش غادي يبغي عن طريق الدعوة صافي. ولكن هادشي اللي قلت كامل أنا ما تيقول اللي تكلمت عليه، راه ممكن الساحب يشيل الفعول ديالهم وذلك بإدراج شرط اختياري في الكندياله يرغب من خلاله منع سحب الكمبيالة عن طريق عدة نظائر، وتولي لنا كمبيالة بنظير واحد فقط لا من خلفت صداع ديال ظهر الكمبيالة في بزاف الناس قبل كمبيالة كذا بلا تدير من شرط سحب نظير واحد وتوقف هذه المسائل كاملة. البيان الآخر الذي يشبه هذا البيان هذا غير هذا البيان اللي تقوله سحب نظير واحد، البيان هذا الاختياري اللي يمكن يتشابه له هو الشرط سحب بنسخة واحدة. الحالة العادية تفضل. ممكن ما عندناش استثناء هنايا، ما خليناش المشرع إذا كانت محررة بطريقة عرفية تحرر بنظائر كانت متعلقة برهن رسمي ولا بعقد رسمي ولا كذا تتحرر بنظائر واحد، لا جانا المسائل بطريقة ما محددهاش، إذا ناخذ الأمور على إطلاقها. مزيان راه نفس الهدف من النسخ هو نفسه من نظائر، نفس الأهمية العملية هي بالنسبة للنظائر وبالنسبة للنسخة، غير سيختلف الأمر وخاصه يشتغل من ناحية الأدوات سيختلف الأمر بيناتهم من ناحية الإنشاء أولا ومن ناحية الآثار ثانيا. من ناحية الإنشاء شرنا بالنسبة للكمبيالة اللي فيها تعدد نظائر وقلنا بأنه واحد اللي عنده حق ينشئه هو الساحب، هنا راه أي واحد بما فيه الساحب ولكن الساحب يكون حامل. اللي تدخلنا بالإنشاء النسخة ما خصوش يتدخل بصفته كساحب سينو تولي ناظر، لهذا تسأل له بناء على تظهير هذا عنده الحق يدير لنا نسخة. وي لا غبلتي هنا ما نتكلموا على رفض ولا ما رفض، حتى الأداء ما الإنشاء وكذا شيء آخر. لهذا كما قلت لكم اللي غادي ينشأ لنا هذا الكندياله هو الحامل، وإلا بغى ينشأها الساحب خصو يكون حامل، حامل شرعي طبيعي. شنو هو الشكل اللي تتكون عليه الكيندياله؟ النسخة
إذا قلنا بالنسبة للنظير ستكون مطابقة مطابقة تم النظير الأول، ما نقولوش الأصل إنه النظير هو الأصل، هو الأصل ذاته لإكزامبل تكون فيه تواقع أصلية بحالو بحال الأصل الأول الأصل الثاني الأصل الثالث. النسخة يمكننا نديروها بأي طريقة بغينا، وحنا تنقولوا النسخة بلا ما نديروا المصادقة بلاش، ما لأنه شرط المصادقة ما وردش هنايا، ما كاينش قانون صرف ما يفيد أننا نديروا ليغاليزاسيون هنايا، لأنه إذا درت ليغاليزاسيون راه ممكن تظهر، إوا التظهير غادي يجي مورا ليغاليزاسيون، إذا ما يمكن فوتوكوبي جائز، يمكن تكون بعض التواقع الأصلية وبعض الآخر مصور، مثلا اللي قلت راه اللي نشأ هو الحامل، معنى أنه ذات معنى الناس أخرين كانت أصلية وهذه تولي نسخة من ذات، لهذا هذه التواقع الأصلية الأولى ما هذه تكون النسخة، هذه يكون جزء أصلية وجزء كامل إلى آخره. إذا ماشي ضروري تكون مطابقة مطابقة تما للأصل، دابا نتكلم عنها كاين النسخة وكاين الأصل، اللي نتكلم عن بضير راه المبادئ كلها هي الأصل، مزيان، نشأت من النسخة، أشنو هي الآثار ديالها؟ الآثار ديالها أنه كل تصرفات يمكن نجري عليها، اللي جريت على الأصل نجري على النسخة، إلا الأداء لا يجوز إلا في حالة واحدة، إلا صاحب الأصل اللي عنده الأصل ديال كيمبيالا رفض انه يسلم الحامل، ولكن هذه الحاله ماشي غير يرفض له يسلم هذا ويجيب لي ديك الورقه اللي هي فوتوكوبي يقول لي نرفع دعوى صرفيه بناء على احتجاج وكذا، لا خصو يثبت انه كاين الاصل ديال ليك كيمبيالا اولا، وان حائز الاصل لم رفض تسليمه هذا الاصل، إذاك يمكن أن يتقدم إلى المحكمة من أجل إرفاع دعوى صرفية وبالتالي الحصول ديالو على ذات الآلة. إذن هذه الحالة الوحيدة فقط يمكننا نمسو الآثار ديال النظر، خارج هذه الحالة ما عندها حتى شي آثار، وخا جميع ما يمكن أن يتطور وقوعه بالنسبة لكيمبيالا الأصل من توقيع بتظهير من توقيع بضمان احتياطي من توقيع بقبول، ولكن الأداء لا يمكن أن يتم إلا بالأصل مزيان، ولكن هذه المسائل كلها تبع اللي قلت لكم كله ممكن السحب فينا شره، شنو هو؟ يدير لنا الشرط يقول تسحب بنسخة واحدة فقط، هذا تبع كل اللي هضرنا عليه ما هذا الشيء يبقى مزيان. نشأة لكن ديالا لاحظوا راه مازلت نتكلموا على مرحلة الإنشاء، وعطيت لكم منها أو شبهتها لكم بالمراحل اللي تمر منها الإنسان، مرحلة الخلق ياك، هذه هي مرحلة الخلق. المرحلة ديال الانفصال ديال الطفل على أو الوالد الأم ديالو، ممكن هذا الانفصال يكون طريقة عادية طبيعية، يتولدك طفل كامل ومكمول ما عندوش مشكل صراخ حي إلى آخره، ولكن راه ممكن من جهة أخرى أنه ينفصل على أمه ميت، ويمكن ينفصل على أمه حي ولكن مشوه فيه بعض العيوب، ونفس الشيء بالنسبة لكيمبيا. ما اسمحوا لي على الطريقة الكاريكاتورية، غير الغرض منها هو نثبت لكم الأفكار ديال هاد الكيمبيالات ديال ديالكم. أشنو العيوب؟ أشنو التشوهات اللي يمكن ترافق مرحلة الولادة بالنسبة للكيمبيالات؟ غنذكرها لكم ومن بعد نحلوها. كاين إهمال، واحد من البيانات الاختيار، ماشي البيانات الاختيار، يمكن نديرها يمكن ما نديرهاش، إذا ما نتكلمش على الإهمال. بيانات إلزامية، ويمكن أو لا إلا ما بغيش نقول إهمال وبغيت نخرج من هذا الواقع جوج الحالات، نقول غياب بيان من البيانات الإلزامية الواردة في الكيمبيالا. هذا الغياب قد يكون سهوا وتسمى الكيمبيالا كيمبيالا تنقصها، نو ها ما تزلمش أخر
هيك سوية. وقد يكون هذا عدم إدراج أحد الديانة هذه قصدا فتكون الكيمبيالة ناقصة. إذا ابن جوج كيمبيالة في هذه الحالة هذه كيمبيالة تنقصها وكيمبيالة ناقصة، وفتان بين الكيمبيالة الناقصة والكيمبيالة التي تنقصها. كان عندنا تشوه آخر يمكن أن يلحق الكيمبيالة بعد أن ولدت طبيعية وسوية، يمكن أن يلحقها عيب من العيوب، قد يمس أو تمس أحد البيانات الواردة في الكيمبيالة بعد أن كانت تجسد بطريقة أصبحت مجسدة بطريقة أخرى. وتقصد هنايا هذه الكيمبيالة تعرضت لواقعة تحريف. حالة أخرى قد تتعلق بهذه المرحلة تولد بطريقة غير مقصودة، تزوير. وعادي نشوف شنو هو الفرق ما بين تزوير وما بين تحريف، لكن تعلق ما بين تحريف وما بين تزوير، فرق كبير ما بين تزوير وما بين تحريف. إذا نشوفوا الحالة الأربع ديال التشوهات اللي يمكن ترافق هذه الورقة وهي تتولد وهي في مرحلة الإنشاء. إهمال، أي الكيمبيالة ماشي التي ناقصة التي تنقصها. أشنو هي؟ الحالة اللي تغيب فيها بيان من البيانات الإلزامية اللي نص عليها المشرع في الفصل 159، هادشي اللي تنقول منصوص عليه في المادة 160. يقول لنا المشرع فهذه المادة المادة 160 إذا غاب بيان من البيانات الإلزامية الواردة في المادة 159 فإن الكيمبيالة تعتبر باطلة. وبلا ما نقولوا الكيمبيالة تعتبر باطلة، نقولوا الورقة تعتبر باطلة ككيمبيالة. ولكن هذا المبدأ إذا كان وضعوا لنا المشرع راه كاين استثناء، وكنا شرنا له حنا تنتكلموا على البيانات الإلزامية في المادة 159. أشنو قال لنا المشرع في ديك الحالات الاستثنائية؟ إذا غاب مكان الأداء فالمكان الموجود بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الأداء، وإذا لم يوجد مكان بجانب اسم المسحوب عليه هو الذي سوف يعتبر مكانا للأداء. لازم هذا بالنسبة لمكان الأداء. تاريخ الاستحقاق، يقول لنا المشرع إلا اختاريتو شي تاريخ من بيتكم راسكم غير الحالة واحد من الحالة الأربع كيمبيالة باطلة، وإذا لم تختاروا أي واحد من هذه التواريخ لتكون تاريخ استحقاق بالنسبة لكيمبيالتكم فإن الكيمبيالة لن تعتبر باطلة، بحيث تعتبر مصحف الأداء لمجرد. معنى آخر أن هذه الكيمبيالة يجب أن تقدم للأداء خلال أجل سنة، والسنة تبتدئ من تاريخ الإنشاء. مازيان والمشرع وفي يقول لنا بهذا البيان ديال الإنشاء يعتبر بيانا إلزاميا، ولكن إذا غاب لم تعتبر كيمبيالة باطلة، وإنما يعتبر تاريخ الإنشاء وتاريخ تسليم السند إلى أول مستفيد، وهي واقعة مادة يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات. الحالة الرابعة مكان الإنشاء، تكلمنا على مكان الأداء خاص الصحيح، وتكلمنا على تاريخ الإنشاء قرناه بتاريخ الأداء، تبقى لنا تاريخ الإنشاء. ماشي تاريخ الإنشاء، مكان إنشاء. راه قلنا شنو هي الأهمية ديالو، تنستفدوا من البيان ديال المكان في للتطبيق القانون الدولي الخاص، ذاك المبدا اللي تيقول شكل السند يحكمه قانون بلد انشائه. رغم ذلك قدم المشرع واخا البيان الالزامي، فاذا لم يدرج في الكيمبياله هذا المكان يجب ان ناخذ به المكان الموجود الى جانب الساحل، وإذا لم يوجد مكان بجانب اسم الساحل المكان الذي يزاول فيه الساحل النشاط أو موطنه هو مكان الإنشاء. ما
هذا بالنسبة الحالة ديال الإهمال. أش بقلنا من بيانات؟ لا، إلا حيدنا بالربعة وصنعكم بأنه الكمبيانة فيها 800 ديال بيانات إذن أشي بقى لنا من البيانات إلا غاب تتولي الكمبيانة باتو 300 كمبيانة. إذا ما كيناش كمبيانة، إذا ما درتش كمبيانة راه شنو هذاك الشيء؟ إذا ماشي كمبيانة، شي حاجة أخرى بلا كمبيانة. إذا إلا غاب تتكون باتو كمبيانة. ثاني، الأمر الناجز بأداء ينبغي الله، إلا ما كاينش كمبيانة باطلة، زيدو. توقع، شوف المهم، توقع إلا غاب شي حاجة مليسة ما كايناش. اسمي مسحوب عليها، عند من غادي نمشيو باش نتخلصوا، إلا ما كاينش، ولكن إلا بان لي اسم مسحوب عليه، ففي هذا تيتسمى في الهواء. الوقت اللي نصبوا الاحتيال اللي تيرتكبوا ساحب، تيولي ساحب ومسحوب عليه. هذه الحالة الرابعة تيتعلق الأمر فيها بالكروني. اسم المستفيد يمنع سحب الكمبيالة لحاملها أو على بياض، وهي هذه على بياض. إلا غاب اسم المستفيد راه هي هذه على بياض، يمنع سحب الكمبيالة على بياض، ماشي ناقصة تنقصها. شنو فهمتي؟ ها بنية شدك، رحمة لي سدينا، ما تحلليش الباب الله يرضي عليك. نعم بنتي؟ مرحبا بنتي، واخا دابا سيبيتها لنا، يلا تفضل. مرحبا بك، يلا. حلي اللوبه من تحت ومن فوق ويتحل بها. مرحبا بهم لأنه جاو بغاو يستفدوا، ما عندنا منا. من ثم لا. هذه الكمبيالة الناقصة، الكمبيالة اللي تزيد منها بيان سبب إهمال، ما كاينش الكمبيالة الناقصة، أشنو هي؟ أشنو هي الكمبيالة الناقصة؟ سالينا، بابا غير سد البابا عبد الرحمن، خلي الباب، فوالا هذه هي الكمبيالة الناقصة، أنا وياك أنا صاحب أنت مسحوب عليه، أو لا أنا صاحب أنت حامل، أنت المتفق ماشي حامل، لأنه دار إثمك، تنتقوا أننا ما ندرجوش واحد من البيانات الإلزامية حتى القبيل تاريخ الساقة، ما يمكنليش نقول هذه الكمبيالة باطلة ولا صحيحة، لا، لوقتاش ناخذ هذه الكمبيالة واش باطلة ولا صحيحة، حتى تتولي حق واجب التنفيذ، وقتاش تتولي حق واجب التنفيذ؟ تاريخ الساقة. يجب النظر إلى هذا التاريخ للحكم على الكمبيالة هل هي باطلة أو صحيحة. لهذا اللي تنتقى ليك ما نديروش واحد بين بيانات الإلزامية. خص هذا الاتفاق يكون يؤجل على أبعد تقدير قبيل تاريخ الساقة. خصنا نسدو هذاك الاتفاق ديالنا، اتفقت أنا وياك مثلا ما نديروش اسم مستفيد. صحيح؟ راه مازال لا، مازال ما نحكمش واش باطلة ولا لا، حتى نهار باش تقدم الأداء ونشوف واش فيها اسم المستفيد ولا لا، غنقول باطلة ولا ما باطلاش. مي قبيل ذاك النهار اللي مورا ذاك النهار اللي غادي يجي الحامل باش يتخلص فيها. إلا أنا درت اسم مستفيد الكمبيالة تتولي صحيحة، لأنه تما في هذاك النهار ديال الثقة هو النهار اللي تتكون فيه ذاك الحق، خصو يتوجد كل المتعلقات ديالو. إلا أنا اتفقت أنا وياك ولكن ذاك الاتفاق ما نفذناش، فتولي كمبيالة بحال الشكل ديال الكمبيالة اللي تكلمت عليها، ماشي على بايض، لا 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 لا، تتولي الحكم ديالها بحال الحكم ديال الكمبيالة التي تنقصها، بحال، غير اللي بغيت تفهموا الفرق بيناتهم، وأنه الكمبيالة التي تنقصها تكون بإهمال، بيان يغيب بسبب إهمال، مي في الكمبيالة الناقصة هاد الغياب بسبب اتفاق أنا وياك بغينا ما نديروش داك البيان تنقو بين تاريخ الساحة، هادي كمبيالة ناقصة، ولكن رغم ذلك
رغم ذلك وانا كنقول بانه يجب ان ننظر الى تاريخ الاستحقاق هو التاريخ الذي ننظر من خلاله الى صحة او بطلان هذه الكمبيالة ولكن بعد البيانات اللي ما منحقيش نتفق انا وياك باش ما نديروهاش ممنوع ما منحقيش نعطيك مثال سميات كمبيالة وباش تسمى لنا هذه الكمبيالة كمبيالة ناقصة انا ما درت سميات كمبيالة إذا هذا الكائن اللي تيدور عن طريق التداول اشنو هو؟ ما عرفتوش باش نصنفو على انه كين ديالها ناقصة خص ندير سمية كين ديالها تفقي؟ الأمر كذلك المتعلق بالتوقيع التوقيع ديالي أنا كفاهم وهذه كين ديالها هذه باش دور خصها شوية الحياة تكون قبيلة البطلان ماشي بطيلة لأنه قبيلة البطلان مازال فيها شوية ديال مي باطيلة راه ما تتحركش كاع إذا هذاك التوقيع ديالي خصني نديرو باش هذيك الكائن اللي سميتو كمبيالة ولو كانت ناقصة تحرك يمكن تظهر راه إلا ما كاينش هذاك التوقيع ديالي راه تدور شي حاجة ميتة ما فيها حياة إذا نحن مع الكمبيالة الناقصة ولكن على أساس أن الاتفاق يجب أن لا يطال بعد البيان الأساسي للكمبيالة وهذا المثال اللي أعطيتكم ديال تسمية كمبيالة وتوقيع لا يجوز الاتفاق على تركها إلى تاريخي أو قبيل تاريخ الاستحقاق مزيان هذه الكمبيالة الناقصة والكمبيالة التي تنقصها مزيان نشوفوا الإهمال والزوير عند تحريف عفوا تحريف والزوير تحريف هو شوي حقيقة قائمة كانت عندنا واحد الحقيقة ودخلت روان فيها الدارجة قوية نقولها لكم ديري هاد الحق ملي تندخل باش نرون في هاد الحقيقة راه إلا وتيكون عندي هدف نستفد من هاد الوضعية التي سوف تؤول إليها هاد كين ديالا بعد هاد العمليات في نظركم ملي غادي ندخل ديك الورقة اللي فيها حقيقة قائمة ونبغي نقولها دائما الدارجة لأنه هي اللي تعبر عن الموقف نرونها اش من بيان اللي غادي نرون المبلغ لانه باش ندخل في هذيك الكمبيالة ونبغي ندير في هذه المسائل هذه خصني نستافد وباش غادي نستافد غادي نستافد من المبلغ مباشرة غادي يكون المبلغ ب 100 درهم حركة دائرية بالتيلو غادي تولي بقدرة تقدر 1000 درهم الليلة تدري الساحب راه ان شاء الله كيفاش ما كاينش حريم انا تنتكلم لك على واقعة كاينة صحيحة حقيقة غير مشوهة الساحب الا بغا ينشا لكن بلا بمية درهم من حقه الا بغا ينشا هاد مليار درهم من حقه يدير 500 صفر مورا الواحد اللي من بصح من حقه ولكن فين كيوقع المشكل خرجات من يدو بمية درهم واذا بشخص اخر يتدخل ويضيف صفرا او صفرين او ثلاث اصفار هذاك المبلغ هذا اذا نشأت في شكل ولاتنا في شكل اخر وملي قلنا تنشأت في شكل خرجات من او لا تحبات في شكل خرجات من الساحب ما بقاتش في يده لانه ملي تنقولوا الساحب ما يمكنش تقولوا التحريف ممكن تقولوا الزوير ولكن تحريف لا علاش لانه تخلقت لنا الوضعيه سليمه من عند الساحب خرجت من عنده بشكل واذا بها تتغير الى شكل اخر في منطقه معينه من حياته مزيان اشنو الاثار ديال التحريف على هذه الكمبيالة الاثار ديال التحريف على هذه الكمبيالة تيمس نطاق ديال الالتزامات ديال الموقعين عليها لانه كاين اللي وقع عليها بالشكل اللي كانت عليه في الاول ما نقولوش صحيح الكمبيالة باقا صحيحه وقع عليها وكاين اللي وقع عليها في المنطقة الزمنية اللي قبل التحريف وكاين اللي وقع عليها التغيير في المنطقة الزمنية بعد أن آل إليها بالوضع الذي آلت إليه بعد التحريف كاين اللي وقع عليها ب 100 درهم بطبيعة الحال وكاين اللي وقع عليها من بعد بعد أن لحقها التحريف بمبلغ 1000 درهم كان ديرو تاريخ الاستحقاق الحامل ديالها مشى عند الساحب عفوا إذا خلصوا ما كاين مشكل
ولكن المشكل وانه غالبا هذاك المبلغ هذاك ما تيسالولوش صحيح تيسالو 100 درهم. اذا اقل موقف يمكن يديرو ويقول لهذاك الحميد ديالها ما منخلصهاش لانه السيد ما تيسالنيش هادشي، غادي نمشي نديرو 100 درهم ديالو ويدي وما غاديش نخلص هذا الكين ديالي لو ما تيسالنيش هاد 1000 درهم. لهذا هذيك الماده 201 اللي تكلمت عليها ديال التضامن الرجوع الصافي على الكل راه من حق هذاك الحامل، ولكن المشكل اللي عنده هو انه الناس عندهم مخلطين، كاين اللي يبقى ملتزم ب 100 درهم وكاين اللي ملتزم ب 1000 درهم. ملي غادي يرجع لهم ب 1000 درهم كلهم غادي يقولوا له وقعنا سيدي على هذيك الكين ديالها وياك المبلغ ديالها ب 100 درهم، واخا هذاك اللي وقع عليها بالمبلغ ديال 1000 درهم غادي يقولوا لا راه وقعت عليها بالوقت اللي كانت فيها 100 درهم. كلشي بغى يستافد من وضعيه الاقل ضرر. لهذا شنو قال المشرع لهذاك السيد اللي بغى يخلص ديك الكين ديالها بالوضعيه الاقل ضرر؟ غادي يقول غادي تيقول له المشرع خصك ماشي غير تقول له نطيقك، لا تبدل ليا جوج المسائل. جوج اشنو هي المسائل؟ أن الكين ديالها لحقها تحريف في منطقة معينة من زمنها، وأنك قد وقعت على الكين ديالها قد لا أن يلحقها تحريف، وبهذا الشكل الناس اللي وقعوا على الكين ديالها وهي تتحمل 100 درهم هذه خلصوا 100 درهم، والناس اللي وقعوا على الكين ديالها بعد أن لحقها تحريف هذه خلصوا 1000 درهم، والكين ديالها تكون صحيحة. أشنو اللي فيها؟ هو هذاك الشخص اللي ارتكب هاد الجرحة هادي غادي يتعاقب بالاضافة للأداء غادي يتعاقب العقوبة الخاصة بجرحة التحريض. مزيان فهمنا هذا التحريض. كان عندنا خوف اللي هو الزواج، إذا كان وي هذا التحريض شي جنحة وقع مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل انتقلوا للجنائي، لانه كانت الواقعه كنظمها كامل الجنائي، وسائل الاثبات الجنائي راه ماشي هي وسائل الاثبات ديال ماده التجاره. مازال التزوير الا كان تحريف هو تشويه حقيقه، كاينه حقيقه وشويناها، فان التزوير يتعلق بخلق حقيقة مشوهة منذ الأول. اسمعني مزيان وقبيلة ما تكلمت على ساحب إلا بغيت حدا 100 درهم مزيان 1000 درهم مزيان، ولكن ممكن هذا الساحب ما يمشيش للتحريض يمشي للزواج. لهذا أنا وأنا تنتكلم على خلق حقيقة مشوهة منذ الأول راه الزواج تيهم الشخص اللي غادي يخلق لنا ديك الوضعية. ساحب هاد الشخص هذا شنو دار؟ دار لينا البيانات كاملة في الكين ديالها، دار سبعة البيانات، دار اللي بغا في ذاته وحطها في جنبه. واش عادي يكون مزور؟ لا. وقتاش يكون مزور؟ إلا شد التوقيع ديالك أنت ولا ديالك أنت ولا ديالو هو وداروا على هاد الكين ديالها وصرها التداول، تيولي زور عليك التوقيع ديالك، زور عليك انتحل الشخص ديالك وعبر عن الاراده ديالك بلا ما يكون في بالك. هذا هو الزواج. لهذا ما يمكنناش نقولوا في البيانات الاختياري الاجباريه راه زور سنين ديالها وزور المبلغ، لا غادي يمشي السوق مباشره، وبالتالي غادي يمشي الواحد الوسيله من وسائل اخراج الاراده وتجسيدها على الورقه التجاريه. لهذا هذه المره غادي نشوفوا شنو الاثر ديال هذا الزوير على الضحيه ديال الزوير، وشنو الاثر ديال هذا الزوير على باقي الملحقين. اذا كان اسمعني مزيان، اذا كان الضحيه ديال هذا الزوير هو الساحب، الكين ديالها تعتبر باطله، وإذا جسدت عليها توقيعات أخرى هذه التوقيعات تتبع التوقيع الأصل في البطلان، ما بني على باطل فهو باطل. في الكندية السند أو الدعامة التي تستند إليها
صحة باقي التزامات باقي التوقيعات هو توقيع الساحب. ملي تيخرج لنا خرج لنا كيم دياله من عند الساحب وهي صحيحة التوقيع دياله، عاد ممكن نطبقوا قاعدة غير قاعدة استخلال سواء. معنى آخر أنه إذا كان الزوير ما طالش التوقيع ديال الساحب، طال التوقيع ديال واحد موقع آخرين، مثلا أنا سحبتها وعطيتها لك، ظهرتها للأخت، الأخت ظهر الأخ، شوية تسرقت له ولا طاحت له، هذاك اللي لقاها ولا اللي سرقها منه بغى يظهرها وهو يقلب التوقيع ديالو. معنى ظهور عليه التوقيع ديالو باش ياخذ الشكل ديال تظهير نقيض الملكية. إلا كان هذاك الضحية ديال الزوير في نفس الوضعية ديال الضحية ديال الزوير اللي كان فيها هو الساحب، توقع ديالو باطل، ولكن بالنسبة للساحب راه حتى التوقع اللي جاية موراه تتكون باطلة. في الحالة ديال الزوير ديال واحد التوقيعات أخرى غير توقيع الساحب تتدخل قاعدة استقلال التوقع بكل ثقلها لتسمية الثانية. معناها أن ضحية توقيع ضحية زوير توقيع غير توقيع الساحب سوف يكون فيه التوقيع وحده هو الباطل، أما التوقيعات الأخرى تكون صحيحة. حالة بالنسبة معايا هذاك اللي فيه الدائرة هو اللي لحق فيه زوير بوحدو اللي التوقيع ديالو باطل، أما التوقيع ديال هذا وديال هذاك الساحب ولا اللي موراه فيكون صحيح. لا يجوز لهم أن يتمسكوا ببطلان توقيع زميله. علاش؟ لأنه كاين واحد القاعدة ما معروفاش القانون العادي، قاعدة استقلال التوقع تجعل من كل توقيع مستقل عن توقيعات الأخرى بحسناته وسيئاته إلى آخره. ولكن إلى لحقت الزوير توقيع ديال الساحب راه هذيك الوضعية باطلة، لكن ديالها باطلة، إذا القواعد الأخرى اللي غادي نتكلموا عليها قاعدة استقلال التوقع قاعدة ما غاديش تصدق. علاش؟ لأنه أي واحد من هذوك الناس اللي جاو موراه وقعوا مشى عند الحامل غادي يقولوا له وتنتمسكوا ببطلان توقيع الساحب بسبب الزواج، والتوقيعات ديالنا تستند على التوقيع ديال الساحب وما أو تنبني على توقيع الساحب وما بني على باطل فهو باطل، إذا الكل ديالها باطل. إذا هذا هو الزواج نازل. هذه مرحلة الخلق، ما تقولوليش بركة. بلاتي الله يرضى عليك، ربما همت واحد كلمة هنا، ربما الأخ خبزي عنده واحد كلمة لكم. علي ستهمين كل أستاذ سمودي. مرة واحدة لقاء الصبح على طلبة كاملين ديال القناة مع الكاشة باش أي طالب عنده أي مشكل بلا وجيه يقدر يتكلم مع الفيس وغيكونش الله على سر يكون طالب كاملين باش هكا تقدروا تكونوا مشاكل ديالكم، حيت أنا كنقدر ما نوصلش مع المعلومات وما نكونش مع المعلومات وما نكونش كاع طالب نعرف معاكم. لا تشوفوا هذا اللقاء هذا باش نفهم معاكم شنو هو. حاول